مالك واقف في ايه؟ يا
يفك ويبقى زي الفل. فرانا عين ما نطلع من الثلاجه في الحر ويقعد يومين بره الثلاجه يحصل له ايه لما يقعد في الحر؟ يبقى مش محتاج تسخين. يا جدع عين الاكل لما يطلع من الثلاجه ويقعد في الحر اسبوع يحصل له ايه؟ يقعد اسبوع يبقى له شوقه. يا جدع عروسين الاكل لما يطلع من الثلاجه والدنيا حر يقعد شهر. يقعد شهر يبقى ما يلزمناش نطلعه صدقه. صدقه يا جدع يبقى ايه الاكل؟ يبقى معفن. معفن؟ خش الثلاجه ويطلع معفن. وانت ايه اللي دخل عمك الثلاجه؟ مش نافع.